عند الخبر وتحليل لأهم الأحداث الوطنية والدولية في الحدث سهرة اليوم. نتابع عشية اليوم الوطني للهجرة، رئيس الجمهورية يؤكد أن الذكرى تبقى راسخة في الأذهان حاملة دلالة قوية لوحدة الشعب الجزائري. ونتابع أيضا في الحدث الجزائر ليبيا، علاقات تاريخية متجذرة متركزة على مبدأ حسن الجوار وتوافق في الرؤى حول المسائل الجوهرية الإقليمية والدولية الراهنة. أما في الملف الدولي فنناقش: الجزائر ترافع مجددا من منبر المجلس الأمن لوقف العدوان الغاشم على غزة وعلى الأرض. الكيان الصهيوني يضرب عرض الحائط كل المواثيق الدولية بارتكابه أبشع الجرائم في حق المدنيين مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم الجزائر مباشر. إذن كما تابعنا في العناوين، جدد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم في رسالة حرص الدولة المستمر على الدفاع عن أبناء الجالية الوطنية بالمهجر ورعاية مصالحهم وتوفير الشروط المثلى لاندماجهم في مسار التقويم والتجديد الوطني. وكان ذلك في رسالة وجهها إلى الشعب الجزائري بمناسبة اليوم الوطني للهجرة المخلد للذكرى 63 لمظاهرات 17 أكتوبر، حيث أكد السيد الرئيس أن الذكرى تبقى راسخة في الأذهان حاملة دلالة قوية لوحدة الشعب الجزائري. إذن مشاهدينا الكرام، نقف عند دلالة هذه الذكرى وأهم الرسائل التي وجهها السيد الرئيس في هذه الرسالة. وأسعد باستضافة البروفيسور لحسن زغيدي، منسق اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة. مرحبا بك بروفيسور زغيدي. أهلا وسهلا ومرحبا، وكل عام والجزائر منتصرة وأبناء الجزائر بالجالية بالخارج متضامنين موحدين مع أخوانهم. مرحبا الجزائر. مرحبا بروفيسور. كما أسعد أيضا بصفة البروفيسور سليمان أعراج، عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية وأستاذ جامعي. مرحبا بك بروفيسور أعراج. أهلا وسهلا، تحية طيبة لك ولكل المشاهدين الكرام وضيفك أيضا. شكرا لكم ضيفي الكريمين لتلبية الدعوة. أسهل النقاش بكم بروفيسور حسن زغيدي، حتى نقف أولا بداية عند هذا البعد التاريخي لهذه الذكرى التي تحتفي بها الجزائر 17 أكتوبر اليوم الوطني للهجرة، من الجانب بأنه كان محطة أكيد من خلال المظاهرات والجرائم التي سجلت أنذاك، لكنها أيضا بعثت رسالة أخرى قوية تؤكد لحمة الشعب الجزائري وأيضا يعني وفائها لبيان الفاتح نوفمبر. ولن شكرا على هذا السؤال. فعلا رسالة السيد رئيس الجمهورية هي رسالة ذات أبعاد تاريخية وأبعاد حضارية وأبعاد وطنية للأجيال، اعترافا بالجيل الأول واستمرار واعترافا بالأجيال اللاحقة وتوجها إلى الجيل الحالي. فهي اعترفت بعمق النضال أولا. من هي الجالية الجزائرية بالخارج؟ هذه الجالية التي تعتبر من أقدم الجاليات التي استوطنت فرنسا، لأن الجالية الجزائرية كما يكتب عنها ليست يعني لم تكن أو توطنت في فرنسا في بداية القرن العشرين، بل كانت مع بداية الاحتلال من ما بين 1830 و 34 كانت بوادر الهجرة إلى فرنسا، ثم
كانت الهجرة الإجبارية في عام 1842، ما يعرف بفرق القناصة الجزائريين الذين دمجتهم فرنسا في جيشها وخاضت بهم حروب خارج فرنسا. كذلك أيضا بعد 1874 تلك الجالية العمالية التي أيضا عدت بالآلاف، وأكبر أعداد كانت خلال الحرب العالمية الأولى، أكثر حيث شارك الجزائريون بأكثر من 250 ألف جزائري. نعم. وهم الذين يعني على عاتقهم وبزنودهم وبسواعدهم كانت البنية التحتية لبناء فرنسا الحديثة. كذلك هؤلاء بعد هذا نشأت الحركة الوطنية في حضن هذه الجالية. نجم شمال افريقيا نشأ في حضن الجالية سنة 26، نجم شمال افريقيا المتجدد سنة 33 في حضن هذه الجالية، في سنة 34 العالم الوطني الحالي في حضن هذه الجالية، حزب الشعب في حضن هذه الجالية. إذا هذه الجالية هي التي كانت المدرسة الأولى، المكون الأول للحس الوطني الثوري. كذلك لما جاء ثورة نوفمبر لم يستثني بيان أول نوفمبر طبعاً. يعني الجالية الجزائرية. نعم. بل كان نداؤه أيها الشعب الجزائري، نعني الشعب بصفة عامة. نعم. أيها المناضلون من أجل القضية الوطنية، إن الشعب الجزائري في أوضاعه الداخلية متحد. كل هذه ثم ختمها، بدأها بفرض الكفاية وختمها بفرض العين. أيها الجزائري إننا ندعوك لتبارك هذه الوثيقة، إن انتصار وهو انتصارك. ولهذا هنا حملت كل الجزائريين عبر العالم هذه المسؤولية، خاصة المناضلون الذين كانوا من أجل القضية الوطنية في المهجر. ولذلك نجد أن الجالية توحدت وتجندت في رحاب الثورة الجزائرية، خاصة بعد الصمام الذي هيكلها وأعد لها هياكل برهنت عليها في إضرابات يعني 8 أيام، ثم أيضا في 57، ثم أيضا في عمليات 25 أوت 1958 التي مست كامل فرنسا، واختتمتها أيضا بمظاهرات 17 يعني أكتوبر. ولهذا نجد أن الجالية الجزائرية كانت دائما مع اللحمة الوطنية، كانت امتداد. نعم. ولا تزال. كانت امتداد. نعم. ولهذا فالسلف كان امتداد وهو المؤسس، والأحفاد اليوم أيضا ما زالوا امتداد وما زالوا أيضا يبعث. كانت رسالة قوية لفرنسا. ولهذا أستاذ. نعم. الرسالة كانت قوية لهؤلاء. نعم. على أنهم أبناء من صلب ومن أبناء هؤلاء الذين ضحوا بالدم، ضحوا بالنضال، ضحوا بالمشاركة. تعلمين سيدتي وسيد المشاهد أن ميزانية الثورة الجزائرية الحكومة المؤقتة 80% كانت تأتي من الجالية الجزائرية بالخارج، وهو ما أضمنها وما ضمنها الاستقلالية المالية. إذن هذه الجالية التي مدت النفس ومدت المال ومدت الرجال ومدت الفكر ومدت كل ما لديها، واستطاعت أن تجبر العدو الذي ارتكب في حقها الجرائم. لأن جرائم كما صورتها رسالة السيد الرئيس، جرائم ضد الإنسانية بشعة ارتكبت. نعم. لا أخلاقية. بروفيسور. نعم. بس أن توقف عند هذه النقطة، أتوجه مباشرة للبروفيسور سليمان أعرج بالحديث على مجازر 17 أكتوبر 1961، هي جريمة لا تتساقط بالتقادم أكيد، وأن ملف الذاكرة هو ملف يعد من بين الخطوط الحمراء التي وضعتها الجزائر من خلال دفع بالعلاقات الجزائرية الفرنسية الآن، وأيضا من بين مطالب الجزائر هو الوقوف عند هذا الملف، ملف الذاكرة الثقيل بكل ما يحمله من رسائل من آلام في الماضي وأمال في المستقبل. السيد الرئيس من خلال هذه الرسالة اليوم كان قد تحدث في نقطة مهمة جدا نتوقف عندها بروفيسور سليمان، قال بأن ملف الذاكرة هو الذي تحاول أوساط متطرفة وأيضا مزيف إحالته إلى رفوف النسيان في وقت تحتاج فيه مسألة الذاكرة إلى نفس جديد من الجرأة والنزاهة للتخلص من عقدة الماضي الاستعماري، يؤكد السيد الرئيس.
شكرا لك فاطمة، وفعلا كانت رسالة قوية بمناسبة الذكرى 63 لإحداث 17 أكتوبر، فرسالة رئيس الجمهورية هي رسالة الحق الثابت والقيم الراسخة والجزائر المنتصرة، وتؤكد هذه الرسالة على خصائص الجزائر في الماضي والحاضر والمستقبل. هذه الأبعاد الثلاثة تضمنتها رسالة رئيس الجمهورية، وما ميز الجزائر على خلال كل هذه المراحل أنها جزائر كانت وما زالت منتصرة. انتصرنا على الاستعمار وننتصر اليوم في معركة التنمية، وسننتصر على تحديات المستقبل حسب ما تضمنته معاني رسالة السيد رئيس الجمهورية، والتي أكد أيضا فيها على قوة الثورة، أنه من بين خصائص قوة الثورة الجزائرية هو ذلك تلك الوحدة بين الداخل والخارج، وهو ما يجعل اليوم ملف الذاكرة أحد أهم الملفات الغير قابلة لا للطي ولا للنسيان ولا للتنازل، وهو أحد المحاور الرئيسية التي تقف وستبقى تشكل جزءا من معادلة العلاقات بين الجزائر وفرنسا. السيد رئيس الجمهورية في رسالته كان واضحا وأكد على أن هذا الملف للأسف تسعى بعض الأطراف أو بعض الجهات المتطرفة يعني طيه أو محاولة يعني تشويهه أو التقليل من وزنه وغير ذلك من تفاصيل، لكن ملف الذاكرة هو ملف الشعب الجزائري، وهو قضية الشعب الجزائري، كما أكد على ذلك السيد رئيس الجمهورية في أكثر من محطة سابقة، بالنظر إلى أن تمسكنا بتاريخنا وبذاكرة الشعب التي تأبى النسيان هي مسألة قائمة على المبدأ، وأعتقد أن الاعتذار هو رسالة للتأكيد على ما ارتكب من أخطاء سابقة، وتأكيد على الإنسانية، لأن ما حدث في 17 أكتوبر بتفاصيله المشينة وبأحداثه الدامية التي يعني أظهرت ذلك الوجه البشع للاستعمار، ذلك يعني الاستغلال والتجبر اللي لاحظناه في سلوكيات الفرنسيين، ولم يسلم منها الجزائريون لا في الداخل ولا حتى الجزائريين اللي كانوا في الخارج يدافعون ويناصرون وينتصرون لقضية الوطن. لماذا؟ لأنهم كانوا مؤمنين بقضية قيام دولة جزائرية مستقلة، كانوا يعني مؤمنين بأن الجزائر هي كيان مستقل تماما عن الهوية وعن ولا تنتمي إلى فرنسا، كما كانت تروج لذلك الطروحات التضليلية في فرنسا. الجزائر ربما أيضا قدمت وأبانت نيتها الحسنة، وأنها ليست أسيرة لعقدة الماضي، لأن الماضي حررناه بانتصارنا على المستعمر، بل أكدت أيضا على حسن نيتها وإرادتها من خلال دعوة الطرف الآخر ودعوة فرنسا اليوم إلى ضرورة الالتزام بما يمليه عليها الأخلاق وما تمليه عليها أيضا القيم والتاريخ. أيضا هي تدعو فرنسا للتصالح مع نفسها أيضا سياسيا وأيضا استراتيجيا. كيف ترى إصرار الجزائر على وضع دائما ملف الذاكرة بالمقدمة، خاصة فيما يتعلق الأمر بالعلاقات بين الجزائر وفرنسا؟ لا يمكن أن يعني نتخطى ملف الذاكرة، هو ملف بحجم وطن، وملف يتضمن تفاصيل لا يمكن إنكارها ولا يمكن أن نتجاوزها بأي شكل من الأشكال. لماذا؟ لأنه ملف فيه كثير من القضايا يعني الإبادة، قضايا التي ارتبطت بالتجارب النووية، قضية استعمار من 1830 إلى 1962، هذه كلها
لابد لفرنسا اليوم التي تتغنى وتؤمن بالإنسانية وبالمساواة وحقوق الإنسان وغير ذلك، لابد لها أن تعترف وأن يعني تتصالح مع نفسها وأن تضع تتحلى بالجرأة والشجاعة الكافية لمعالجة هذا الملف معالجة عادلة، معاجلة منصفة، لأن التاريخ لا يمكن أن نزيفه. نقطة مهمة جدا ذكرتها أستاذ سليمان، هذه المعالجة المنصفة، وهي أيضا البروفيسور زغيدي، أنتم منسق اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة، كانت هذه هي مهمة اللجنة، وأن يعالج ملف الذاكرة بطريقة منصفة، وهو أيضا ما أكد عليه اليوم السيد الرئيس في رسالته، مؤكدا بأن الجزائر الوطنية والكرامة المتمسكة بمبدأ الحق والإنصاف فيما يتعلق بملف الذاكرة. ونحن نتحدث اليوم في هذه المناسبة على هذا الملف المهم جدا بالنسبة للجزائر في سياستها الخارجية، إلى أين وصل عمل هذه اللجنة؟ ولن هذه اللجنة التي اقترحتها الجزائر في أوت 2022 في بابين الرئيسين الجزائري والفرنسي كانت تهدف إلى أن يعالج هذا الملف كما جاء في رسالة السيد رئيس الجمهورية بكل شجاعة وبكل إنصاف. لماذا؟ لأنه تم إعطاء هذا الملف إلى أكاديميين من البلدين بعيدين عن التأثير السياسي، بعيدين عن من ليسوا أسراء لأفكار الماضي البالية، وينظرون إلى الحاضر من أجل بناء مستقبل. ولهذا تشكلت هذه اللجنة من 5 جزائريين ومن 5 فرنسيين. طبعا اللجنة منذ يعني تنصيبها من طرف السيد رئيس الجمهورية في يعني 30 نوفمبر 2022 قامت بـ5 لقاءات مع الطرف الفرنسي. في هذه اللقاءات تم طرح بكل شجاعة هذا الملف بكل أبعاده، البعد الجرائم، البعد استرجاع ما نهب من أرشيف، من ممتلكات، من أيضا مقتنيات، من أدوات ذات دلالات ورمزيات سيادية، وأيضا حتى ذلك الأرشيف الذي نهب ويعود إلى الفترة العثمانية، أي ما قبل 1830. طبعا في خلال هذه اللقاءات التي التزمت فيها اللجنة العشارية بالمنهج العلمي الأكاديمي، تم التطرق بكل موضوعية وبكل شجاعة إلى كل هذه الملفات، من يعني وتم في البداية الحديث عن القرن 19، لأنه هو القرن الذي شهد أكبر إبادة وأكبر يعني نهب لكل رموز الجزائر. وهنا تم الاتفاق يعني في اللقاء الرابع على استرجاع، يعني اللقاء الثالث والرابع على استرجاع يعني حوالي يعني ما يفوق 2 مليون وثيقة. كذلك أيضا في اللقاء الخامس وهو لقاء الجزائر، تم الاتفاق أو تقديم قائمة، قدم الطرف الجزائري قائمة من المنهوبات التي لها رموز سيادية ولها دلالات تاريخية تعود إلى ممتلكات الأمير عبد القادر وإلى قادة المقاومات. إلى كل هذه القائمة هي التي حركت لما نشرت هذه يعني هذه المطالب في بيان الجزائر، لما نشر البيان ونص على أن يقدم إلى الرئيس الفرنسي باتفاق 10 على استرجاع هذه الرموز ذات الدلالات، قامت قيامة اليمين المتطرف يعني دعاة الجزائر الفرنسية، ورأوا فيها وكأنها هزيمة ثانية لفرنسا أن تسلم هذا. إذن ويرجعون دائما يحتكمون إلى قانون
الثقافي أو المقتنيات الثقافية. نعم. الفرنسي الذي ينص على كل وثيقة أو كل ما هو فوق التراب الفرنسي هو فرنسي، ولا يمكن تسليمه لأي طرف كان ولو إلى بلده الأصلي دون العودة إلى البرلمان. ولهذا نحن في هذه المفاوضات وفي هذه اللقاءات تجاوزنا هذه المرحلة، هذه العقبة. نعم. كيف يعني تجاوزنا هذه العقبة؟ نعم. إلا أن يعني الطرف الفرنسي لما نصل دائما إلى مستوى معين من التفاهم يقلب الموازين ليذهب إلى اتجاه آخر. إذن الطرف الجزائري كما جاء في يعني رسالة سيد رئيس الجمهورية، هذا حق، صحيح، هذا حق تاريخي، هذا وفاء للشهداء، هذا وفاء للتاريخ، لا يمكن أن نتنازل عن ذاكرتنا. كما قال في رسالة من رسائل سيد الرئيس، لا يمكن أن نتنازل ولو على يعني مليمتر واحد فيه حرف واحد دون في أثناء هذه المرحلة، لا نتنازل عنه. إذن الذاكرة هي كل متكامل، وليس لا تقبل التجزئة، لا تقبل أيضا حتى الغفلان أو التسامح. إذن اليوم الحمد لله أن الجزائر تمتلك من الخبرات التاريخية والكفاءات التي تسيطر على كل هذا الملف وعلى كل هذه الحقبة، لأن الجزائر اليوم تتمتع في القرن التاسع عشر فقط جندنا أكثر من 300 أستاذ جامعي مختص في القرن التاسع عشر عبر جامعات الوطن، ونعمل سويا من أجل، وقمنا أكثر من 8 ندوات متخصصة في هذه المواضيع حتى نقدم. ولما قدمنا للطرف الفرنسي قدمنا الشيء، وأين هو يوجد وما هو رقمه حيث يوجد والمكان الذي يوجد فيه والتاريخ الذي حول فيه من الجزائر إلى ذلك المكان. أكيد بأنها معركة تاريخية الآن يأخذها الأساتذة. نعم. من خلال هذا الملف، وكانت يعني يوازيها أيضا تلك المعركة أيضا السياسية والدبلوماسية المبنية على. نعم. الندية والمطالبة يعني فتح هذا الملف. نعم. ودراسته بطريقة منصفة. نعم. لكن هل ترى بأنه يمكن أيضا فتح الباب لمعركة قانونية حتى تسترد الجزائر ما لديها في فرنسا؟ أولا المعركة القانونية يجب أن تسبقها معركة علمية. نعم. أكاديمية بالأدلة. بالأدلة. نعم. أما المعركة القانونية هي مرافقة. صحيح. هي مرافقة، لأنه إذا اعترف بطرق سلمية بطرق ودية الآن نحن نتكلم بندية، دولة ذات سيادة مع دولة ذات سيادة. نعم. نتكلم على أساس إعادة الروابط والصداقة بين البلدين، لكن هذه العودة لها جسر، لها جسر الذي تمر عليه، هذا الجسر هو الذاكرة. لا يمكن أن تمر أو أن تعود هذه الأمور إلا عن طريق الذاكرة، لأن هذا شيء مشروط ومعلن، لأن الجزائر المنتصرة هي الآن تتكلم بقوة الدولة المنتصرة التي قدمت ملايين الشهداء. صح. التي العالم كله يقتدي بها كمدرسة. نعم. في هذا المجال، وبالتالي هذه المدرسة التي تعلم الآن الآخرين هي أولى بأن تكون يعني من أجل استرجاع ما بقي، لأنه لا يمكن أن ننعم بالسيادة المطلقة وتاريخنا ما زال أسير. لا يمكن أن ننعم بالسيادة المطلقة وجزء هام من رموز سيادتنا ما زال أسير. نعم. في أدراج وفي متاحف. لما زرنا متاحف فرنسا وزرنا مراكز الأرشيف الفرنسية العسكرية والمدنية وجدنا يعني مساحات كبرى. نعم. مساحات كبرى إلا للأرشيف الجزائري، أرشيف القرن التاسع عشر في المتحف الجيش الفرنسي. ماذا وجدنا؟ وجدنا في مدخل المتحف وجدنا ديكانون، مدافع. هذه المدافع نهبت متى؟ نهبت في 15 جويلية 1830. هناك تقرير حصلنا عليه لقنصل أمريكي
هنا في الجزائر يتكلم على أن البواخر الفرنسية حملت 2000 كانون، 2000 مدفع من الجزائر. هذه لما تدخل إلى مدخل المتحف مرمية على الأرض، مكتوب عليها صنع في الجزائر. إذن هذه المدافع مكانها هنا في الجزائر. نعم. هذه مهم جدا هنا أستاذ بروفيسور زغيدي، عندما نتحدث اليوم في اليوم الوطني للهجرة نتحدث ونقف عند الذاكرة التي هي اليوم تعد بروفيسور سليمان الأعراج من بين الملفات والمحاور الأساسية عندما نطرح النقاش بين الجزائر وفرنسا على المستوى السياسي. لكن بالمقابل أيضا السيد الرئيس لم يفوت هذه الفرصة حتى يجدد حرص الدولة الجزائرية على مواصلة دعم الجالية الوطنية والدفاع عنهم ورعاية مصالحهم. هي الرسالة أيضا موجهة من مستوى آخر بالنسبة للجالية بروفيسور سليمان. فعلا قبل أن ربما نتحدث على هذا الشق المهم المرتبط بجاليتنا في الخارج، أريد القول أنه ملف الذاكرة هو ملف غير قابل، ملف لا يموت، وملف سيبقى حي انطلاقا من أن المدرسة والجامعة هي ذاكرة الدولة الجزائرية، وهي من خلال ما تقدمه من أبحاث ودراسات تجدد دائما وتحيي دائما هذا التشبث بتاريخنا وبذاكرة الدولة الجزائرية. من أجل ذلك على الدولة الفرنسية أن تتحلى بالجرأة. التحلي بالجرأة هو واجب اليوم على صانع القرار الفرنسي. لماذا؟ لأنه حماية لفرنسا ذاتها من تنامي الفكر المتطرف الذي أصبح يهددها ويهدد استمرارية قيمها. صحيح. ونرى ذلك من خلال تصاعد هذا الفكر المتطرف في المناسبات السياسية. نعم. سواء في فرنسا أو في أوروبا. إذن الاعتراف بملف الذاكرة هو جرأة تحمي فرنسا ذاتها، وهي تحمل أبعادا أيضا تؤكد فيها أو تحمي فيها قيم الإنسانية والتصالح مع الذات. ومن أجل ذلك أنه حتى من بين الرسائل التي تؤكد فيها الجزائر أنها مستعدة للحوار، حتى وإن كان بيننا ربما جروح في ملف الذاكرة، لكن أنا اليوم أجلس معك وأسمعك، ولكن أيضا يجب أن تسمعني ويجب أن تكون جريئا وموضوعيا في معالجة هذا الملف. ومنصفا أيضا. ومنصف على أن الموضوعية تؤدي بالمحصلة إلى الإنصاف. نعم. والعدالة في معالجة هذا الملف. وتأكيد الآخر الذي ربما أو المعنى الآخر الذي تحمله رسالة السيد رئيس الجمهورية هو هذا الدعم الذي والوحدة والتواصل الذي تحرص الدولة الجزائرية على ضمانه مع أفراد الجالية الوطنية في الخارج، وهي الجالية التي قالت كلمتها هذه المرة في الانتخابات الرئاسية لسبعة سبتمبر، وصوتت بقوة كدليل على أن ما يحدث في الجزائر يعنيها، وهي معنية بمستقبل الجزائر، كما أن الجزائر أيضا يهمها مستقبل أبنائها سواء في الداخل أو في الخارج، ويتجلى ذلك من خلال التدابير التي اتخذتها الدولة الجزائرية لصالح أفراد الجالية الوطنية في الخارج، سواء فيما تعلق بالمعاملات والخدمات التي تقدمها ممثلياتنا والدبلوماسية الجزائرية وسفارتنا في الخارج، أو من خلال أيضا البرامج سواء الثقافية أو الاجتماعية وحتى الاقتصادية. نعم. التي لا تستثني أفراد الجالية الوطنية من الخارج منها. فبرنامج السيد رئيس الجمهورية يخصص حيزا كبيرا ومهما لأفراد الجالية الوطنية بالخارج، انطلاقا من إيماننا بأنه أن الجزائريين كلهم على اختلاف مواقع تواجدهم يشكلون كتلة واحدة وقوة واحدة من أجل الحاضر والمستقبل. ولقاء أيضا السيد الرئيس بالجالية في أول خطوة لما يكون يزور بلدان أجنبية بالجالية، لا أكبر دليل هذا من صراحة هذا من التقاليد يعني والسنن الحميدة التي سنها السيد رئيس الجمهورية، وهو الذي يعني كل خرجة وكل لقاء له وكل دولة يزورها
يلتقي فيها بأفراد الجالية، ويعني ورأينا ذلك الارتياح وذلك يعني الشعور بالسعادة، لأنه فيه اهتمام من يعني من سيد رئيس الجمهورية باعتباره على يعني رأس الدولة الجزائرية. أعتقد هذا خلق يعني ارتياح كبير، وله آثار جد إيجابية على الجالية، وحتى على ذلك كما قلت على اللحمة والتماسك الاجتماعي والوطني. نعم بروفيسور سليمان الأعرج، ابقى معنا، سوف تكون ضيفنا أيضا في الحدث 2. والشكر موصول لكم بروفيسور حسين الزغيدي منسق اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة، شكرا لك بروفيسور على حضورك معنا وعلى مقاسمة هذا اليوم المميز في ذاكرة الجزائريين والجزائر. شكرا لك بروفيسور. كل عام والجزائر والجالية الجزائرية بخير. شكرا أستاذ. شكرا. مشاهدينا الكرام، نتحول بكم الآن مباشرة إلى الملف بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، في الحدث دائما تشكل الزيارة الرسمية تشكل الرسالة الرسمية لرئيس المجلس الرئاسي الليبي للجزائر محمد يونس المنفي بأبعادها الاستراتيجية والدبلوماسية، واستقباله من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تشكل تجسيدا للرؤية الجزائرية للدفع بالحل السياسي والحوار الليبي الليبي كحل وحيد للأزمة التي تمر بها الشقيقة ليبيا منذ 2011. وسطة جزائرية حافظت فيها الجزائر على مسافة واحدة بين الأشقاء الفرقاء، قوامها الالتزام والاقتناع بالحل الدبلوماسي المعتمد بمنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. نقف إذن اليوم في البرنامج عند الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها هذه الزيارة وعمق العلاقات الجزائرية الليبية على مختلف الأصعدة، وأسعد باستضافة كل من الأستاذ صافي عبد القادر خبير اقتصادي. مرحبا بك بروفيسور صافي. مرحبا، مساء الخير وشكرا على الدعوة. شكرا لكم لتلبية الدعوة. كما يبقى معنا البروفيسور سليمان أعراج عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية وأستاذ جامعي، مرحبا بك من جديد بروفيسور أعراج. بداية نبقى أو نفتح نقاشنا فيما يخص الملف الجزائري الليبي بالشق السياسي والدبلوماسي أيضا، وهو الهدف من هذه الزيارة، وكانت واضحة الرسائل من خلال التصريح المشترك الذي جمع السيد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الليبي الرئاسي الليبي، حيث أكد أن الجزائر تكثف من تحركاتها الدبلوماسية لحلحلة هذه الأزمة الليبية، وهي أيضا تؤكد تلك الرؤية، ترجمت الرؤية التي تريدها الجزائر من أجل وضع الحل السياسي على أرض الواقع ومناهضة ورفض كل التدخلات الأجنبية في الملف الليبي. بداية أستاذ، كيف ترى هذا الشق فيما يخص زيارة رئيس المجلس الرئيسي؟ الأكيد أنها زيارة مهمة جدا، تؤكد على روح التضامن وعلى التوافق الذي يربط بين الجزائر، والتوافق الجزائري الليبي والليبي الجزائري، وأيضا هي زيارة من حيث التوقيت لها مجموعة من الدلالات. نعم. زيارة تأتي في بداية العهدة الثانية للسيد رئيس الجمهورية، وتحمل في أبعادها كثير من الرسائل، رسائل فيما تعلق بروح التضامن كما قلت القائمة بين الشعب الجزائري والليبي، وتعكسها إرادة قائدي البلدين، وتؤكد أيضا على مسألة، على أن الليبيين يدركون ويعون جيدا ما رسالة ودور الجزائر الإيجابي فيما تعلق بخدمة الحل السياسي والاستقرار في ليبيا، وهو ما عبر عنه رئيس المجلس الرئاسي يونس المنفي. وتؤكد أيضا على أن بالنسبة للجزائر على أن الملف الليبي هو ملف من الأولويات التي يعني تعيره الجزائر اهتماما بالغا، بالنظر إلى عمق العلاقات التاريخية والأخوية وبالنظر
النظر لأهميته بالنسبة لضبط معادلة الأمن الإقليمي في المنطقة، وهو كما قلت ما جعل اليوم السيد رئيس الجمهورية يؤكد في كلمته وفي تصريحه على أن فيه يعني أن روح الأخوة بين الجزائر وليبيا تجعل العلاقات القائمة والتنسيق مع الإخوة الليبيين قائما وأولوية قائمة على أهمية تعزيز الحل السياسي بالمضي نحو انتخابات يقول فيها الشعب الليبي كلمته وتصطف معهم في الدعم دول الجوار. الشيء الثاني الذي أيضا نستشفه من هذه من أهمية هذه الرسالة هو أهمية يعني ميكانيزمات التعاون التي تم إقرارها، خصوصا اللقاء الثلاثي الذي يجمع بين الجزائر تونس وليبيا من أجل التشاور والتفاهم حول مستقبل المنطقة وحول أيضا بحث سبل التعاون المشترك بين الجزائر كما قلت تونس وليبيا على الخصوص. ثم أنه المعادلة الأخرى أو البعد الآخر هو تأكيد على أن الحل السياسي والانتخابات يعني هما محور الحل السياسي الذي تدعمه كل الأطراف وتدعمه الجزائر وتونس باعتبارها دول جوار مجاورة ومعنية بما يحدث في ليبيا. ثم أن الزيارة للجزائر تؤكد مكانة الجزائر بالنسبة لليبيين. صحيح. ربما احنا نتكلم على تجربة خضناها، رأينا حبا وتقديرا من قبل الأشقاء الليبيين، وأيضا شعبية مهمة يحظى بها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في ليبيا وخصوصا في طرابلس. هذه شهادات حية يعني ننقلها للأمانة، ورأيناها في الميدان ولمسناها من الإخوة الليبيين. هذا التقارب بين الشعبين أيضا الجزائري والليبي بروفيسور أعراج. أستاذ صافي، أستاذ بروفيسور أعراج تحدث الآن على هذه آلية التشاور السياسي التي كانت بين الجزائر وتونس وليبيا. السيد الرئيس كان قد تحدث بأن فيه لقاء قريب بليبيا بالنسبة لهذه لجنة التشاور السياسي بين قادة البلدان الثلاثة. أيضا التشاور السياسي من خلال هذه الآلية كان لديه شق اقتصادي مهم جدا بالنسبة للتعاون بين البلدان الثلاث، بين الجزائر وتونس وليبيا أيضا، من خلال عديد الآليات التي تم فتحها وأيضا اعتمادها خلال هذه السنوات الأخيرة، من بينها المعبر الحدودي دبدب غامس وأيضا غدامس، نعم أستاذ، وأيضا منطقة التبادل الحر. كيف ترى أستاذ هذا التعاون، هذه الحركية أيضا على المستوى الاقتصادي التي تشهدها الجزائر وليبيا؟ وصحيح يعني الجزائر وليبيا مصير مشترك يعني سواء سياسيا أو اقتصاديا وحتى اجتماعيا، مثل ما تفضل الزميل أنه فيه علاقات جوار وعلاقات أخوة وامتداد تاريخي بين الجزائر وليبيا. أما فيما يخص المبادرة وهي حرص عليها السيد رئيس الجمهورية، هو دائما لديه مؤمن بفكرة اليد الممدودة يعني للإخوة الأشقاء، خاصة الشقيقة ليبيا التي تعاني ولات هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها ليبيا. ونظن أنه فيه وعي كبير، وعي سياسي ووعي نظرة إلى تفاؤلية إلى المستقبل. فاليوم تبادل العلاقات بين الجزائر وليبيا يدخل في هذا المسعى. المسعى هو أولا البحث عن إيجاد حلول سياسية للوضع في ليبيا، وكذلك دعم ليبيا اقتصاديا. ونظن أنه كانت فيه مبادرة من السلطات الجزائرية إلى فيه تبادلات تجارية إلى فتح حدود، نظن فيه خمس مناطق أو خمس معابر لحدودية سواء مع موريتانيا أو مع النيجر ومالي وليبيا وتونس. يعني كانت الجزائر هي السباقة بالحديث على إعادة إعمار ليبيا، إعمار ليبيا و
نظن أنه المعبر دبداب غدامس كان أغلق سنة 2014 لأسباب ظروف أمنية اللي كانت تمر بها شقيقة ليبيا، ونظن اليوم فيه إرادة سياسية مشتركة، لأنه في الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة دبداب كان فيه إرادة سياسية لفتح الحدود وخاصة هذا معبر دبداب وغدامس، ونظن اليوم فيه كل الترتيبات توفرت كل الترتيبات لفتح هذا المعبر من أجل تبادل تجاري. وأعطيك رقم أنه اليوم فيه 65 مليون دولار تبادلات تجارية مع شقيقة ليبيا، وهذا المعبر سوف يحقق في المستقبل القريب نظن إلى الوصول إلى مبلغ 3 مليار دولار كتبادلات تجارية يعني مهمة بين ليبيا والجزائر، ونظن هذا مؤشر مهم جدا يعني، وخاصة عندما تتوفر الإرادة السياسية بين القائدين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الليبي، نظن يعني آفاق مستقبلية واعدة من أجل تطوير هذا الجانب يعني. نعم أستاذ صافي، وبالحديث عن الآفاق بين الجزائر وليبيا في الجانب الاقتصادي، الأكيد بأن ليبيا بلد ثري وزاخر أيضا بالثروات وأيضا مختلف الثروات، سواء كانت ذلك نفطية أو طبيعية أو أيضا منجمية وغير ذلك. بالحديث عن توفر هذه الإرادة السياسية، كيف ترى أفق هذا التعاون الاقتصادي الذي يمكن أن يجمع الجزائر وليبيا، خاصة في هذه الآلية، آلية التشاور، كما قلت بأن المحاور الأساسية دائما للتشاور بين قادة البلدان الثلاث هو الأكيد التوافق السياسي متوفر. لكن هناك تحديات اقتصادية فيه مفروضة على البلدان الثلاث. صحيح، هو فيه تحديات مفروضة يعني، وخاصة هو الجانب الأمني الحدودي، وأنظن اليوم مشكلة توفير الأمن على الحدود يعني توصلوا إلى حلول، والحل هو الدفع بالتنمية في هذه المناطق من أجل استقرار الساكنة، وهذا راح يفتح آفاق في المستقبل أنه راح تكون مبادلات تجارية كبيرة جدا، وأنظن أنه القادة الثلاث يعني الجزائر وتونس وليبيا اتفق على الدفع بهذه الآلية وتنفيذها ميدانيا، وليس هناك حل بديل يعني، يجب أن نمر إلى هذه الآلية لتطبيقها في الميدان. وكما ذكرت الاقتصاد الليبي اقتصاد واعد جدا، واقتصاد نعرف أن ليبيا تمتاز بثروات معدنية كبيرة جدا، وتعتبر ثاني يعني تمثل 3% من احتياطي النفط والغاز بالنسبة للعالم، يعني في المرتبة العاشرة عالميا فيما يخص احتياطات الغاز، وكذلك تمتاز بثروات معدنية كبيرة، ويعني لديها من الإمكانيات الاقتصادية ما يعني التبادل مع الجزائر وتونس راح تكون استفادة كبيرة بالنسبة للاقتصاديات الثلاثة، والجزائر كذلك. اليوم الجزائر راهي في تحول عميق فيما يخص التحول الاقتصادي وتحريك الآلة الإنتاجية من أجل التصدير، ونظن أن الاقتصاد الليبي يحتاج إلى البضائع والمنتجات الجزائرية، وهو يتشابه كذلك من حيث طبيعة البيئة الليبية يعني تتشابه مع الجزائر، خاصة في الثروات الطبيعية والغاز وعدة، وعندنا تجارب كبيرة مع الليبيين فيما يخص تبادلات تجارية أو حتى في بعض الصناعات، الكهرباء في الأبر يعني حفر سوناطراك لديها مشاريع في الشقيقة ليبيا، وبالإضافة إلى الشقيقة تونس نظن فيه إرادة سياسية بين القادة من أجل الدفع بخاصة الجانب الاقتصادي أو الشق التنموي، نظن فيه يعني المستقبل واعد لهذه الشعوب، شعوب المنطقة يعني شعوب الدول الثلاث، ولا بديل عن ذلك يعني، نظن الوصول إلى هذه الأهداف ممكن جدا لكن عندما تتوفر الإرادة السياسية. نعم، وكذلك بروفيسور أيضا القواسم هنا المشتركة بين الجزائر وليبيا خاصة في الجانب الاقتصادي هي يعني معتبرة وعميقة جدا، ونفسها أستاذ سليمان الأعراج بالحديث أيضا على أيضا هذا
هذه العلاقة بين الجزائر وليبيا أيضا والتي لا تشوبها سحابة صيف أكيد، وذلك بدعم الجزائر دائما للملف الليبي ومرافعة بضرورة اعتماد هذا الحل الليبي سواء كان ذلك في مجلس الأمن أو في الاتحاد الإفريقي الذي يوافق الطرح الجزائري والذي هو يعتبر من بين يعني المواقف الأكثر اتزانا بالنسبة لدول الجوار. فعلا، وهو ما صنع التوافق السياسي الذي يعتبر شرطا داعما لأسس الشراكة الاقتصادية ويعزز أكثر الروابط الثقافية والاجتماعية بين الجزائر وليبيا. السر يكمن في الموقف الإيجابي للدولة الجزائرية من الأزمة في ليبيا، كانت وهو الموقف الذي جعل كل الأطراف في ليبيا تكن احتراما كاملا للجزائر ولدورها، ويعني هو ما أكد عليه رئيس المجلس الرئاسي يونس المنفي لما صرح وقال بأن دعم الجزائر لليبيا قائم من أجل الاستقرار وليس لأشياء أخرى، في رسالة واضحة إلى الدول التي تتدخل من أجل أطماع اقتصادية أو من أجل نهب ثروات الشعب الليبي، وهي المسألة التي ترفضها الجزائر جملة وتفصيلا. وقد رافعت الجزائر في الأمم المتحدة وفي الاتحاد الإفريقي من أجل حل سياسي ليبي، ودعت الجزائر صراحة إلى ضرورة وقف التدخلات الأجنبية على اعتبار أنها المعكر الأول لصفو الاستقرار في ليبيا، وربما حتى الانزعاج الذي يعني نلمسه لدى بعض الأطراف ناجم عن صراحة الجزائر في دعوتها إلى ضرورة التوقف على إذكاء الصراع ومحاولة تغليب طرف على حساب الآخر في ليبيا. هذا الشيء كان الجزائر رفضته ورافعت من أجله، لأن الجزائر تؤمن بهذا الطرح، وأن التدخلات الأجنبية لا تزيد إلا الطين بلة ولا تقدم حلولا حقيقية وتسعى دائما إلى إطالة عمر الأزمات. من أجل ذلك يعني رأينا أن رئيس المجلس الرئاسي أثنى على هذا الموقف، موقف الجزائر، وثباتها على هذا الموقف الذي الجزائر نذكر الجميع أنها كانت السباقة منذ اندلاع الأزمة إلى ضرورة الالتزام بالحل السياسي للأزمة في ليبيا، وكانت دائما أيضا أستاذ تؤكد على حتمية معالجة هذه المسألة عبر الاحتكام إلى القرارات كما تحدثنا لمجلس الأمن وأيضا مؤتمري برلين 1 و2. أستاذ صحيح. سليمان صحيح، لأنه لماذا طرح الجزائري مبني على الالتزام بقواعد القانون الدولي ولا يميل إلى أي طرف؟ هو يدعو إلى ضرورة التحلي وحماية المؤسسات في ليبيا، وأيضا التحلي يعني روح المسؤولية التاريخية والمسؤولية الاجتماعية، لأن ما يحصل هو هدر لخيرات الشعب الليبي، وهو استنزاف لمقدرات الأمة الليبية، وهو تعد واضح على سيادة الدولة الليبية التي كما قلت عبرت الجزائر عن موقفها الرافض للمساس بسيادة ووحدة ليبيا الشقيقة، ودعوتها كانت أعتقد صراحة وصريحة أنها أن يتم السماح للليبيين باختيار من يقودهم ومن يمثلهم ومن يترأس دولتهم وإجراء انتخابات نزيهة، لأن الصندوق هو الحل الوحيد اليوم في ليبيا الذي يمكنه أن يعيد الاستقرار إلى ليبيا وأن يعيد الحياة إلى مؤسسات الدولة في ليبيا وأن يضمن أو يضع حد للنزيف الحاصل في خيرات ونهب خيرات الشعب الليبي التي تذهب
يعني تذهب سدن، ويعني كثير من الأزمات أزمة المصرف. نعم، هذه الوساطة المتزنة التي لعبتها الجزائر من خلال كل الأشقاء الفرقاء حتى يتم التوصل إلى هذا الحل، إلى فتح هذا الحوار، إلى الاتجاه نحو مسار المصالحة بين الأشقاء الليبيين. كيف ترى أيضا هذا الموقف، هذا المنحة الذي اعتمدته الجزائر؟ أيضا هو منحة إيجابي، وأعتقد أنه نفسه المنحة الذي جعل الليبيين وجعل أيضا أو حملته زيارة رئيس المجلس الرئاسي يوسف المنفي إلى الجزائر، ليؤكد على أن الموقف المعتدل والتوجه الإيجابي الذي دون تحيز ودون استثمار في الأزمة، وبعيدا عن لغة المصلحة وبعيدا عن الأطماع، دعيني أقولها، الأطماع في ليبيا التي تحرك كثير من الأطراف الأجنبية المتدخلة اليوم. الجميع يعي اليوم وبات كل شيء مفضوح، وهي هناك أطراف الداخلي دولية تحركها أطماع في ليبيا تهدد الاستقرار الإقليمي وتغذي الانقسام الداخلي في ليبيا، وعينها على خيرات الشعب الليبي. أعتقد كما قلت هو ما يجعل الموقف الجزائري والدور الجزائري يحظى بالقبول، وأيضا يعني ويكون فيه تمسك، وحتى الجزائر يعني ثابتة في موقفها. هذا الشيء من 2011 لليوم الجزائر ما زالت ثابتة على موقفها الرافض للتدخلات الأجنبية، الداعم للحل السياسي، وأيضا المنادي بحق الشعب الليبي في اختيار من يقوده، وحقه في الاستقرار، وحقه في أن ينعم بثرواته وبالاستقرار داخل دولته، وأن يبني مؤسساته. نعم، يعني لأنه ما يحدث اليوم من تدخلات أجنبية تعيق الليبيين في حقهم في بناء مؤسسات كاملة السيادة، مؤسسات تستثمر إمكانياتها وفرصها، يعني صراحة فرص اقتصادية وإمكانيات هائلة في ليبيا. هذه يعني حقيقة، وهي كما قلت المحرك الأساسي لأطماع الدول الأجنبية التي تستثمر وتغذي الطائفية وتغذي الفكر المتطرف في ليبيا. خلال هذه خطة العمل، خاصة فيما يخص إنهاء هذه الأزمة وحلحلة الأزمة الليبية، تعتمد على ورقة الطريق التي تتحدث عنها الآن بالحديث على إعادة اعتماد الحل السياسي، أيضا إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وموضوعية، وبالتالي أيضا مرافقة ليبيا بعد ذلك ربما للبناء المؤسساتي وللإقلاع الاقتصادي أيضا. كيف فترى هذه الاستراتيجية التي تريدها الجزائر من أجل يعني إرجاع الشقيقة ليبيا على خط التنمية والتطور والتقدم، وكيف يخدم ذلك الجزائر أيضا باعتبارها هي دولة حدودية وفي شريط حدودي يعني هام جدا بين الجزائر وليبيا؟ أعتقد أنه الجزائر تمضي بصدق في دعمي وفي أيضا تقديمي حتى ربما رؤيتها وحتى مشورتها للإخوة الليبيين، لأنه بحكم الجزائر حاربت الإرهاب ولديها تجربة مهمة خاضتها وتغلبت أيضا عليها، وهي الآن ربما انطلاقا من هذه التجربة تسعى إلى تقديم تصورات إيجابية عقلانية موضوعية في يعني ومساعدة في دعم جهود الليبيين في حل هذه الأزمة التي طال أمدها. وأعتقد أن هذا الصدق يعني الجزائر من الدول القليلة، حتى ما نقولش الوحيدة، القليلة التي تتعامل بصدق وبإيجابية مع موضوع معالجة الأزمة في ليبيا من خلال دعوتها لأن يكون الحل السياسي وإجراء انتخابات، وبعيدا كما قلت عن أي حسابات اقتصادية أو يعني ربما أطماع تجارية أو غير ذلك.
المحرك الأساسي تقوده أو تدفع به رابطة الأخوة. صحيح. ويعني التاريخ المشترك ما يجمع بين الجزائر وليبيا فيما تعلق بدعم الثورة الجزائرية، أيضا نحتفظ في ذاكرتنا بكثير من يعني المحطات المشرفة اللي دعموا فيها الإخوة الليبيين الثورة الجزائرية. فكيف لا نرد هذا يعني هذا الخير؟ والجزائر معروفة بمبادراتها، وهي التي دعمت دول بعيدة ربما جغرافيا. نرى ذلك أحسن دليل هو في حل الأزمات بالنسبة للجزائر عندما كانت فيضانات درنا. الفيضانات في درنا، مسألة الغاز يعني محطات توليد الكهرباء، الشراكة الجزائرية من خلال شركة سوناتراك وحضورها في يعني في يعني في سوق النفط الليبي وغير ذلك من محطات. نعم. كما قلت محطات تشرف وتدعم رابطة الأخوة الجزائرية الليبية. نعم، هي محطات يعني آنية ومن التاريخ أيضا، وأيضا محطات أكيد أستاذ صافي سوف تكون في المستقبل في الشق الاقتصادي بين الجزائري وليبيا، وذلك من خلال ربما إعادة إحياء الاتفاقيات التي تجمع بين الاتفاقيات الثنائية فيما يخص التعاون الاقتصادي تجمع بين الجزائر وليبيا، وأيضا إلى مجلس الأعمال الجزائرية الليبي من أجل إعادة إحيائه وإعطائه هذه الدفع حتى يكون فيه استثمار تبادل بين البلدين. هي أفق اقتصادية كبيرة جدا بين البلدين. يعني أفق اقتصادية واعدة جدا، وخاصة أنه مؤخرا الجزائر أقامت عدة معارض اقتصادية للمنتجات الجزائرية، وفيه نقل مباشر أنه المواطنين والإخوة الليبيين استحسنوا كثيرا المنتجات الجزائرية نظرا لجودتها ولذوقها ول يعني عدة منتجات جزائرية يعني تقارب بالسوق. أيضا أنت أستاذ اقتصاد، فعلا ترى بأن السوق الجزائري والليبي متقارب متقاربين جدا، وفيه حتى أنه الليبيين استحسنوا كثيرا هذه المنتجات الجزائرية وينتظرون بفرغ الصبر أنه تكون فيه تبادلات على مستوى وعالي جدا، يعني عن طريق البواخر وليس فقط عن طريق المعابر، ولكن حتى أن الجزائر فيه خط سك حديد اللي راح يشق البلدان المجاورة الإفريقية، وراح يكون عنده دور كبير جدا في الدفع بالتبادلات التجارية بين الجزائر وليبيا، ونظن فيه يعني مستقبل اقتصادي واعد بين البلدين، وحتى الشقيقة تونس كذلك سوف تستفيد من هذه القمة التي سوف يتم تداولها، يعني اجتماعات متكررة لهذه القمة على مستوى عالي نظرا لأهمية الموضوع ولأهمية هذا التلاحم بين الجزائر وليبيا وتونس. وأظن هذا ما يضمن الاستمرارية أيضا في ضمان المصالح الاقتصادية أيضا بين الدول الثلاث. صحيح، هو ما زال عقدة الانتخابات في ليبيا، عندما تحل هذه المعضلة سوف تنطلق ليبيا من ناحية الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية، ونظن يعني البلدان في ثلاثة سوف راح يكون مستقبل واعد فيما يخص التنمية الاقتصادية واستقرار الساكنة وتوفير الأمن لهذه البلدان الثلاث، ونظن فيها يعني آفاق مستقبلية كبيرة جدا بين البلدين. يعني أيضا التعاون فيما يخص الشق الموارد المائية أيضا. الموارد المائية فعلا، ونعرف أن ليبيا لديها خزان كبير جدا يعني تحت الأرض من النهر الكبير في ليبيا، والجزائر لديها تجربة كبيرة فيما يخص تصفية مياه البحر. الجزائر رائدة في هذا المجال وبسواعد جزائرية في تحلية مياه البحر، سوف تنقل هذه التجربة إلى الإخوة الليبيين وحتى إلى الإخوة في تونس، ونظن راح يكون فيه تعاون اقتصادي مشترك ليفتح آفاق كبيرة للمواطنين سواء الجزائريين أو حتى الليبيين، ونظن يعني راح يكون فيه لقاءات في المستقبل بين رجال الأعمال الجزائريين والليبيين، لأنه مؤخرا تم تنصيب هذا المجلس منتدى رجال الأعمال بين الجزائر وليبيا، وحتى الليبيين استشعروا واستحسنوا الاستثمار في الجزائر كذلك،
وحتى الجزائريين يريدون كذلك الاستثمار وتصدير منتجاتهم إلى السوق الليبية، سوق واعدة يعني، لأنه حتى عدد سكان ليبيا هو 6,800,000 تقريبا 7 ملايين، يعني سوق واعد بالنسبة للاقتصاد، يعني للتصدير بالنسبة للاقتصاد الجزائري. نعم أستاذ، والأكيد أيضا بروفيسور سليمان الأعرج، حتى نختم نقاشنا لا بأس أيضا أن نتوقف عند نقطة مهمة متعلقة بطرح هذه القضية الليبية والأزمة الليبية على مستوى مجلس الأمن الأممي وأيضا الاتحاد الإفريقي الذين أيضا كانوا يعتمدون وطرح ومرافعة الجزائر باعتبارها عضو غير دائم في مجلس الأمن من أجل ليس فقط القضية الفلسطينية والصحراوية، ودعوة أيضا كنا رأينا وزير الخارجية يدعو إلى إعادة طرح القضية الليبية من أجل إنهاء هذه الأزمة عن طريق الحوار السياسي. فعلا، وأعتقد أن آلية التشاور والشراكة الثلاثية بين الجزائر تونس وليبيا هي آلية تساهم في دحض الشكوك وقطع الطريق على الدول التي تسعى إلى زرع روح التفرقة والتشويش على استقرار المنطقة. هذا شيء. الشيء الثاني، إضافة إلى هذا الآليات خلينا نقول الثنائية أو الثلاثية، هناك عمل أيضا على مستوى يعني متعدد الأطراف على مستوى الاتحاد الإفريقي وعلى مستوى الأمم المتحدة من خلال مرافعة الدولة الجزائرية على حق الليبيين في انتخابات وفي بناء دولة مؤسسات في أقرب الآجال من خلال الدعوة إلى وقف التدخلات الأجنبية. نعم. أنا أقولها وأكررها، معضلة ليبيا ومأساة الشعب الليبي اليوم تصنعها التدخلات الأجنبية التي تقودها أطماع اقتصادية وأيضا استراتيجية من خلال أيضا البحث عن موطئ قدم في المنطقة. واليوم استمرار الأزمة أو انتشار الأمن في ليبيا يوفر بيئة مناسبة لهذه الأطراف الأجنبية التي تستثمر وتساهم في إنتاج مفهوم الإرهاب في المنطقة، لأن الإرهاب اليوم عنده مفهوم متعدد. نعم. وأبعاد متعددة. وهو كما قلت ما يجعل الجزائر تؤمن بأهمية الحل السياسي وترافع من أجله، وأيضا نسجل هذا الإيمان المشترك. نعم. بين الجزائر تونس وليبيا مجتمعتين من خلال تأكيدهم وحفاظهم على هذا الآلية الثلاثية المشتركة التي من شأنها أن يعني تحقق نتائج إيجابية لصالح الاستقرار في المنطقة. نعم. لصالح التبادل الاقتصادي الثقافي والاجتماعي والسياحي أيضا. نعم. هذه كلها يعني أعتقد أنه الرسالة الأساسية أنه أيضا فيه إيمان لدى قادة الدول الثلاث أنه الإمكانيات جزائر تونس وليبيا يمكنها أن تتغلب على يعني خططي وعلى تآمري. نعم. الدول التي تسعى إلى ضرب استقرار المنطقة، وتبقى دائما الجزائر داعمة للأشقاء. أستاذ سليمان الأعراج، بروفيسور سليمان الأعراج، عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية وأستاذ جامعة، شكرا لك بروفيسور على حضورك معنا، وشكرا موصول لكم أيضا بروفيسور سافي عبد القادر خبير اقتصادي، شكرا لك بروفيسور على حضوركم معنا. مشاهدينا الكرام، نتحول الآن إلى الملف الدولي في تقديمه الزميل إبراهيم الخليل كربال بعد الفاصل. We'll be right back.
لك إبراهيم. شكرا لك فاطمة الزهراء. مشاهدينا مرحبا بكم. في فلسطين المحتلة تواصل قوات الكيان الصهيوني اجتياحا بريا دمويا شمال قطاع غزة بهدف يهدف لتهجير سكانه جنوبا وفصل شمال القطاع عن جنوبه. هذا وأكد المفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني اليوم، أكد أن تفكيك وكالة الأونروا أصبح من أهداف العدوان الصهيوني. وفي كلمته خلال جلسة طارئة عقدت بمجلس الأمن بطلب من الجزائر، أكد المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، أكد أن الأزمة الإنسانية في الجزء الشمالي من قطاع غزة وصلت إلى مستويات كارثية، مشددا على أن الوقت قد حان للتحرك الحاسم لإنقاذ حياة الفلسطينيين. الأزمة الإنسانية في الجزء الشمالي من قطاع غزة وصلت إلى مستويات كارثية. سلطات الاحتلال لا تتجاهل القانون الدولي وحسب، بل تنتهك أساس الحس الإنساني منذ أكثر من عام. تجويع المدنيين وحرمانهم من المواد الأساسية للنجاة كأداة من أدوات الحرب ممنوع بموجب القانون الدولي. الاحتلال يرد على قرارات مجلس الأمن بالاستخدام غير الأخلاقي للتجويع كسلاح ضد المدنيين. لقد حان الوقت للتحرك الحاسم، فحياة المدنيين الفلسطينيين على المحك. يحضر معي للتحليل والنقاش في هذا الاستوديو الأستاذ عبد الحكيم بوغرارة، ومن جامعة كاليفورنيا أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية حمود صالحي. أهلا بكما ضيفايا الكريمين. أبدأ معك أستاذ عبد الحكيم، كما دخلين لي النقاش في ما تفضل به أو ما مداخلة السيد عمار بن جامع في هذه الجلسة الطارئة بمجلس الأمن. هو السيد عمار بن جامع اليوم من خلال الجلسة التي دعت إليها الجزائر لمناقشة الأوضاع في شمال غزة وخاصة في مخيم جباليا، بالنظر إلى المخاطر التي تحدق بالفلسطينيين جراء استعمال ورقة التجويع كسلاح من الكيان الصهيوني لإبادة ما تبقى من شعب غزة ومن الشعب الفلسطيني. اليوم السيد عمار بن جامع استغل اليوم العالمي للغذاء ليطرح الكثير من النفاق والكثير من الفضائح في هذا المجتمع الدولي، وقال لهم بأن دخول بعثة الأمم المتحدة لتلقيح الأطفال الفلسطينيين 157 ألف طفل فلسطيني تم تلقيحهم، وتساءل قال كيف لي اللقاحات الخاصة بالتطعيم أن تدخل إلى قطاع غزة وشمال قطاع غزة ونعجز عن إدخال المساعدات الإنسانية. هو اليوم أمام هذه الإحاطة وضع المجتمع الدولي وذكره بالجرائم التي يرتكبها مجلس الأمن والمجتمع الدولي، هذا الانحياز الفاضح. وقال السيد عمار بن جامع، قال جملة قوية، قال بأن حتى حليف الكيان الصهيوني في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية هو عاجز عن وقف هذا الكيان الصهيوني وعن الجرائم التي يرتكبها. تحدث السيد بن جامع ولمح إلى الالتزامات التي قطعها الكيان الصهيوني على نفسه وعلى المجتمع الدولي عند انخراطه في الأمم المتحدة بأن يحترم الكرامة الإنسانية وأن يحترم حقوق الإنسان. هذه الالتزامات هي التي أدخلته إلى الأمم المتحدة. اليوم سيد بن جامع ذكر المجتمع الدولي بكل هذه الالتزامات الضائعة، وقال بأنه ضرورة وقف هذا الكيان الصهيوني وإخضاعه للمساءلة والعقوبات، وتساءل عن مدى استمرار هذه الإبادة وهذه التجاوزات في حق الفلسطينيين. طرح السيد بن جامع موضوع خطير جدا، قال بأن الكنيسة الصهيوني، أن سلطات الاحتلال مثل ما قالها وفقا للمصطلحات التي يتضمنها القانون الدولي، اليوم الأونروا هي محل نقاش في الكنيسة الصهيوني من أجل إصدار تشريع يمنع نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذه خطوة خطيرة إن حدثت فالمساعدات الغذائية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين سينقطع أطارها وسيتعرض الفلسطينيين إلى حالة مجاعة كبيرة جدا. تحدث عن الكثير من الأمور الخاصة ب
المؤامرات التي تحاك ضد الفلسطينيين وعمليات الإبادة الممنهجة. هذه الإحاطة اليوم التي لقيت تجاوبا كبيرا في مجلس الأمن والأمم المتحدة، ولكن للأسف الشديد تساءل السيد عمر بن جامع عن عدم التزام الصهاينة لا بالقانون الدولي ولا بقرارات محكمة العدل الدولية التي استنبط منها وعود الصهاينة بتقديم إحاطة بتسهيل حياة الفلسطينيين وتمكين المساعدات من دخولها. قدم السيد بن جامع وصفا كارثيا صراحة، وتحدث عن سخافة للمجتمع الدولي عندما يتبجح بدخول 6 شاحنات فقط من المساعدات يوميا في الوقت الذي كانت تدخل 500 شاحنة إلى قطاع غزة. على كل الأوضاع خطيرة، الرأي العام العالمي مطالب بالتجاوب مع خطاب الجزائر. أعتقد بأن مسيرات نهاية الأسبوع المقبلة في مختلف العواصم العالمية ستكون كبيرة، خاصة مع قرب الانتخابات الأمريكية. وبالتالي في هذه النقطة بدأت حكيم، أريد أن أطرح سؤال أيضا على ضيفنا من كاليفورنيا أستاذ حمود صالحي. أستاذ أجدد ترحيب بك، واستمعت لتحليل الأستاذ حكيم بغرارة، خاصة أن الآن التعويل أو يعول على دور الرأي العام العالمي خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وأمام أو قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية، فما رأيك في ذلك وما رأيك في هذه النقطة التي أثارها عبد الحكيم بغرارة؟ أولا تحياتي لأخي ودكتورنا عبد الحكيم، شرف كبير بأن أكون معه في هذه الحصة. النقطة الإضافية ربما لما قالها الدكتور هو الإطار العام والمنبع الذي دفع بالإضافة لما يجري في الساحة الفلسطينية من اعتداءات وإبادة. هناك اليوم مشروع واضح يرمي إلى خلق ظروف غير إنسانية في شمال غزة، واحتمال كبير أنه يشمل جميع أراضي فلسطين المحتلة. والمشروع هو ما يعرف بمشروع الجنرال المتقاعد إيلاند، والذي قدمه في مقالين بعد حدث طوفان في أكتوبر 7. وفيه يتحدث الجنرال إيلاند المتقاعد حول أو يفرض أطروحة أو رأي بأنه يجب خلق ظروف غير إنسانية لدفع أهالي غزة في الشمال خاصة إلى الرحيل إلى مناطق أخرى. أستاذ صالحي أتفق معك في هذا الطرح الخبيث الذي يراود مختلف الفاعلين داخل بيت الاحتلال، ولكن ما يراه العالم وما تصوره مختلف وكالات الأنباء والمراسلين من هناك في قطاع غزة المحاصر يبعث برسالة واحدة مفادها أن هذه حرب إبادة. حتى قرار التهجير أو حتى قرار أو يعني زعم إرادة الترحيل لهؤلاء الغزاويين يعني في قطاع محاصر، إلى أين يرحلوا؟ في شمال قطاع غزة أكثر من 150 ألف فلسطيني يواجهون الموت الأكيد حينما تقطع عليهم السبل، سواء تحرك يعني خارج أسوار القطاع منطقة الشمال أو حتى النزوح إلى منطقة الجنوب هو صعب بشهادة وكالة الأنروا بشهادة مختلف الصحفيين. فنحن الآن أمام وضع كارثي، وضع يريد فيها الاحتلال حسب ما يلاحظ إبادة ب يعني إبادة وفقط، يعني حتى مقترح أو تفسير الترحيل غير موجود. أستاذ حمود أعطني فقط دقيقتين لإكمال الفكرة للأمانة العلمية وتوضيح النقطة، لأنه مرتبط بلقاء مجلس الأمن وضرورة اتخاذ مثل هذه المواقف والموقف الجزائري. النقطة المرتبطة بهذا الذي أريد أضيفه لمشروع إيلاند هو أنه أسبوعين قبل العمليات اللي رأيناها في شمال غزة في بيت لحم وحنون وجبالية، قام العديد عدد كبير من الجنرالات في إسرائيل بتقديم هذه الأطروحة، أطروحة إيلاند للحكومة الإسرائيلية، وعن طريقها أخذ نتنياهو هذا المجال. لماذا هذه النقطة مهمة؟ نحن ما زلنا نتحدث على الإبادة والرأي العام العالمي لا يسمع إليها، هذا واضح جدا، لكن المهم أن الفكر الجزائري يندرج في إطار إسرائيل
الاستراتيجية الكبرى الإسرائيلية. فالآن نحن نتحدث، ما زلنا نتحدث على مشكلة لماذا لا يتخذ إسرائيل يتخذ أي مواقف ضد إسرائيل، والأبادة موجودة جدا. هذا واضح جدا. المسؤول السفير الجزائري أخذ هذا في الاعتبار، أن هذه المسألة ليست مسألة مرحلية وإنما في إطار استراتيجية إسرائيل الكبرى. الجانب الثاني، أعتقد أن المسؤول الجزائري وسفيرنا يفهم جدا أن ما يجي أن الولايات المتحدة موجودة في مأزق، ولا يمكن لها أن تتخذ مواقف حاسمة ضد إسرائيل في هذا الوقت. طيب. خاصة ونحن على 3 أسابيع، دقيقة فقط أستاذ، دقيقة فقط. وهي لذلك فالرسالة موجهة إلى الضمير العالمي، وما ذكره الدكتور من مظاهرات ستحصل في هذه الأسبوع شهادة أو إفادة يجب النظر إليها. في الجزائر أعتقد والعالم اليوم مقتنع بأن في الظروف الحالية ونحن على 3 أسابيع من الانتخابات الأمريكية لا يمكن أن يتخذ أي قرار، خاصة وذلك على غرار ما كانت تقوله هاريس وحتى ترامب بأن الوضع الإنساني يجب أن ينظر إليه بجدية. في الجزائر في الدبلوماسية الجزائرية اتخذ هذا القرار في رأيي الشخصي للمناشدة وللطلب بالضمير العالمي بينزل للطريق ويأخذ هذه المظاهرات في ظل المخطط الاستراتيجي الكبير. بمعنى نحن الآن لا نتكلم على تكتيك أو استراتيجية، وإنما نتحدث على مخطط كبير وهو مخطط إيلاند. وعفوا الأخ إبراهيم، أبقى معنا أستاذ حمود صالحي، لأنه فيها أيضا نقطة أو نقاط محاور أخرى في هذا النقاش متعلقة بالتدخل المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة السيد عمار بن جامع، حيث رفع أيضا لصالح الشعب الصحراوي في استغلال ثرواته، مشيدا بالقرار النهائي لمحكمة العدل الأوروبية القاضي بإبطال الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وأكد أن جبهة البوليزاريو هي الممثل الشرعي للشعب الصحراوي. قبل أسبوعين شهدنا مستجدات تاريخية بشأن القضية الصحراوية. القرار النهائي والقاطع الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية عقوبة ثابتة تؤكد على الشرعية الدولية التي لا طالما كانت واضحة وقوية. فمحكمة العدل الأوروبية أكدت أن إقليم الصحراء الغربية متميز عن المملكة المغربية، وأن الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد والمنتجات الزراعية لم يتم استشارة الشعب الصحراوي بشأنها، وأن جبهة البوليزاريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي وجهة التواصل في سياق العملية التي تطلع بها الأمم المتحدة لتحديد الأمر بالنسبة للصحراء الغربية، وتستوفي كل المعايير للاستئناف أمام المحاكم بشأن القرارات التي تخص الشعب الصحراوي. وخلال أشغال الدورة 75 للمجلس التنفيذي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أكد السفير والممثل الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بسويسرا رشيد بلدهان، أكد أن الجزائر ووفقا للالتزامات الدولية تواصل تقديم المساعدة اللازمة للاجئين الموجودين أقول على أراضيها الوطنية، وهو الحال بالنسبة للاجئين الصحراويين في ظل اهتمام الجزائر بقيامها بالعمل الإنساني تجاههم. كما تطرق بلدهان إلى الكوارث الناجمة عن العدوان أو عن عدوان قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية والتجاوزات والانتهاكات لغزو دولة ذات السيادة ألا وهي لبنان. وفقا لالتزاماتها الدولية تواصل بلادي تقديم المساعدة اللازمة للاجئين على أراضيها الوطنية، وهو الحال بالنسبة للاجئين الصحراويين الذين أجبروا على الفرار من أراضيهم سنة 1975، والذين يعيشون في مخيمات بالقرب من تندوف. فبالإضافة إلى المساعدات التي توفرها الوكالات الإنسانية، توفر الجزائر لهؤلاء النازحين الخدمات الصحية والتعليمية. وإن لم يكن جزءا من ولاية المفوضية، فإن العواقب الإنسانية الناجمة عن عدوان الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية يشكل مصدر قلق لبلدي.
ويستمر نفس المعتدي للأسف في التجاهل التام للمبادئ الأساسية للقانون الدولي من خلال أراضي دولة ذات سيادة في لبنان. سؤالي إليك حكيم بورارة، أستاذ، حينما نتكلم عن هذه التصريحات سواء للسيد عمار بن جامع أو حتى لرشيد بلدهان في جنيف أو في الولايات المتحدة الأمريكية أو في مجلس الأمن عفوا، فنحن نتحدث هنا عن مواقف للجزائر حيال هذه القضايا بما فيها قضية فلسطين أو حتى الصحراء الغربية وأيضا التعدي والاعتداء على دولة ذات سيادة وهي لبنان. وبودي نشكر الأستاذ حمود صالحي، هو أستاذنا وشرف لي وهو أحد المراجع اللي نعتمد عليها في التحليل السياسي. على كل مداخلات الجزائر سواء في جنيف أو في الأمم المتحدة حول القضايا العادلة خاصة الصحراء الغربية، لا يجب أن نغفل بأن ستيفان دي مستورا قدم الإحاطة وتقريره للأمين العام للأمم المتحدة، والسيد إبراهيم غالي رئيس الجمهورية العربية الصحراوية وجبهة البوليزاريو بعث برسالة اليوم إلى الأمين العام الأممي علق فيها على هذه الإحاطة، وإن كانت سرية ولكن في أروقة مجلس الأمن هناك الكثير من التسريبات. الرئيس الصحراوي قال بأن ما عدا الإشارة إلى استغلال ونهب ثروات الشعب الصحراوي هذا ما حمله الجديد بالنسبة للإحاطة التي قدمها ستيفان دي مستورا في جديد الصحراء الغربية، والتي ستناقش وتتخذ القرارات بشأن بعثة المينورسو في 30 أكتوبر المقبل، والتي يمكن أن تمدد رسالة إبراهيم غالي حملت الكثير من الوقائع والتعليق عليها بأن النظام المخزني يمنع بعثة المينورسو من الالتقاء بممثلي جبهة البوليزاريو لتنسيق الأعمال وتسيير الأراضي المحررة الصحراوية بفعل تخوف بعثة المينورسو من قصف الطائرات المسيرة للنظام المخزني لها. تحدث إبراهيم غالي عن العديد من العراقيل وعاد بالأمم المتحدة إلى خطاب المغرب في الجمعية العامة 79 للأمم المتحدة التي رفضت أي إجراءات للتباحث والتفاوض مع جبهة البوليزاري، وبالتالي إبراهيم غالي نبه الأمم المتحدة بأن محاولة قتل القضية الصحراوية بالوقت أو عن طريق الوقت وتجاهل مخطط بايكر ومخطط السلام وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير هذا من شأنه أن يبطل كل محاولات التسوية السياسية. تحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان، تساءل عن عجز الأمم المتحدة في توسيع بعثة المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية، وإن كان هذا الأمر وهذه المبادرة قام بها باراك أوباما في وقت سابق وعرف تهجمات كبيرة من عديد اللوبيات الموالية للنظام المخزني. تحدث عن الكثير من المشاكل عن المعتقلين السياسيين وقال بأن كل هذه الملفات أكيد بأنها ستغيب عن التقرير الذي أو الإحاطة التي سيقدمها أو التي قدمها ستيفان دي مستورا للأمم المتحدة. موقف الجزائر من اللاجئين ومن ما يحدث في الصحراء الغربية ينطلق من ملف الصحراء الغربية في الأمم المتحدة كملف قانوني كقضية خاصة بتصفية الاستعمار تابعة للجنة الرابعة لتصفية الاستعمار لعديد القرارات الأممية والدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة. الجزائر من خلال حديثها عن اللاجئين هي إشارة إلى الاتفاقيات الدولية وضرورة التكفل باللاجئين وتقديم كل الخدمات الإنسانية التي يحتاجونها، وبالتالي مواقف الجزائر في حقوق الإنسان كذلك دائما تذكر بالاتفاقيات الدولية بضرورة احترام الكرامة الإنسانية وتقديم المساعدة للاجئين. وأعتقد بأن الجزائر مرجع حتى مع الدول الإفريقية مع دول ساحل عرفت موجات كبيرة من الهجرة رغم محاولات بعض المنظمات الغير حكومية والدول الضغط على الجزائر ومحاولة اتهامها هي وتونس في وقت سابق بأنها قامت بانتهاكات، ولكن المعاملة الإنسانية للجزائر والتزامها بالقانون الدولي والاتفاقية الدولية هي ما تريد تسويقه، ودائما تقول بأنها ليست طرفا في القضية الصحراوية. القضية الصحراوية هي بين المغرب وجبهة البوليزاريو وفقا للعديد من القرارات الأممية. وحتى الاتحاد الأوروبي مؤخرا عندما أبطل طعون المفوضية الاتحاد الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي هذا اعتراف
أهلية جبهة البوليزاريو كممثل وحيد للشعب الصحراوي والأراضي الصحراوية والدفاع عنها في مختلف المنابر القضائية والسياسية. طيب يعني قبل أن نختم سؤالي لحكيم ليك حكيم وأيضا للأستاذ حمود صالحي، يعني كيف تتوقع أن يعني أستاذ حمود صالحي كيف تتوقع أن يكون هذا الحراك الدبلوماسي الدائر حول قضية الصحراء الغربية خاصة الحركية التي تشهدها في انتظار أن يقدم كما تفضل أستاذ حكيم عن تقرير ديمستورا للأمين العام للأمم المتحدة أستاذ حمود؟ أعتقد أن هناك بيئة إيجابية وستخدم القضية الصحراوية بجدية. على سبيل المثال اليوم هناك دعوة أو إنجازات على مستوى أفريقيا، دعوة الوفد الصحراوي بحضور ملتقى وزراء الدفاع الأفارقة في إثيوبيا. الأسبوع الماضي أو المدة الأخيرة كانت تضامن النقابة البرازيلية من أحد النقابات الكبرى مع الشعب الصحراوي، أيضا التضامن في دول أفريقية أخرى في أوغندا. كل هذه الإنجازات تعد خطوات كبرى وليس خطوة واحدة ولكن خطوة كبرى لإيجاد الحل العادل للقضية الصحراوية. وما ذكره أخي ودكتورنا بغرارة في هذا المجال يأتي في إطار ما تقوم به النظام، ما يقوم به النظام المغربي بالاعتداء على حقوق الدول، القانون الدولي، والأكثر من هذا مبادئ الاتحاد الأفريقي الذي سطرت في تحت منظمة الوحدة الأفريقية سابقا في أوائل السنوات الستينات، وهي احترام الحدود التي وضعت تحت الإطار الاستعماري. فبمعنى آخر نحن في مرحلة جديدة، وأعتقد أن النظام المغربي في هذا المجال في وضع غير جيد، وبدأنا الحد التنازلي أعتقد على أقل وجود حل سياسي، ربما العودة إلى مشروع بيكر والذي يفرض أو الذي يقوم على أساس وضع إطار لاستفتاء ووضع لجان خاصة تنظر في من يحق له الاستفتاء في الصحراء الغربية. لكن الجانب السياسي هو في صالح القضية الصحراوية، وأعتقد أن هناك إنجازات كبرى في هذا المجال. شكرا لك حمود صالحي أستاذ العلوم السياسية والعلاقة الدولية بجامعة كاليفورنيا، والشكر موصول لك أستاذ حكيم بوغرارة على كل هذه الإيضاحات والإضافات. العودة إليك فاطمة الزهراء لختام البرنامج. شكرا إبراهيم ولضيفيك الكريمين. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام برنامجكم الجزائر مباشر. شكرا لكم على كرم المتابعة والوفاء وأطيب المنى.